مشاهدينا بنرحب بحضراتكم. ارتفاعات جديدة تضرب أسعار الذهب اليوم، حيث تخطى الجنيه الذهب 26,000 جنيه، بينما تجاوز الدولار في البنوك 48 جنيها. فإلى أين وصلت أسعارهما اليوم؟ هذا ما سنوضحه لحضراتكم في تغطيتنا الآن. كما سنستعرض أسعار بعض العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري. ونبدأ بأسعار الذهب محليا، والتي شهدت ارتفاعا في أسواق صاغة وفقا لآخر تحديث نشره موقع آي صاغة، حيث سجل سعر الذهب من عيار 24 الأوسع انتشارا 3771 جنيها للبيع و 3748 جنيها للشراء، مرتفعا حوالي 11 جنيها عن سعره أمس. وبلغ سعر الذهب من عيار 21 3300 جنيه للبيع و 3280 جنيها للشراء، حيث ارتفعت أسعار العيار حوالي 10 جنيهات. ووصل سعر جرام الذهب من عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى حوالي 2828 جنيها للبيع و 2811 جنيها للشراء، وربح العيار حوالي 8 جنيهات ونصف جنيه. وسجل سعر جرام الذهب من عيار 14 الأقل لفئة 2200 جنيه للبيع و 2186 جنيها للشراء، وبذلك تكون أسعاره صعدت حوالي 6 جنيهات و 75 قرشا. وأخيرا سجل سعر الجنيه الذهب 26,400 جنيه للبيع و 26,240 جنيها للشراء، حيث ارتفع 80 جنيها. وهذه الأسعار بدون مصنعية، إذ أن مصنعية الذهب في مصر تختلف من محل صاغة لآخر، وتبدأ في الغالب من 80 وحتى 200 جنيها، باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة، ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر. وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 إلى 10% من سعر جرام الذهب المجرد، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط. ومع العلم أن هذه الأسعار تتغير على مدار اليوم وفقا لآلية العرض والطلب، كما أن هناك العديد من العوامل التي تؤثر بشكل أو بآخر على سعر جرام الذهب وتجعله قابلا للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر يوميا، منها تحديد سعر الذهب عالميا. كما أن معدل سعر الفائدة عالميا يؤثر أيضا على سعر الذهب، حيث يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقا لحالة البلد الاقتصادية. وأيضا أسعار النفط عالميا لها تأثير على سعر الذهب، لأن عادة ما يشهد سوق النفط ارتفاعا وانخفاضا في معدل الأسعار، لذلك يلجأ البعض إلى شراء ذهب باعتباره أكثر أمانا من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب. وإلى الذهب عالميا، فقد سجلت الأونصة حوالي 2406 دولارات للبيع و 2406 دولارات أيضا للشراء، بانخفاض دولار و 43 سنت، وكانت قد انخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى خلال أسبوع مع صعود الدولار، بينما يترقب المتعاملون بيانات اقتصادية أمريكية وتصريحات مسؤولي الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع لاستخلاص مزيد من الأدلة على توقيت خفض سعر الفائدة. وصعد الدولار للجلسة الثالثة على التوالي، مما يجعل الذهب أعلى سعرا أمام حائزي العملات الأخرى. وتترقب السوق الآن بيانات الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني في الولايات المتحدة المقرر صدورها يوم الخميس المقبل، بالإضافة إلى بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي المقرر صدورها يوم الجمعة. وسيركز المستثمرون أيضا على تعليقات جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي في ختام اجتماع المركزي الأمريكي الذي يعقد يومي 30 و 31، إذا تتوقع الأسواق المالية بالكامل خفض تكاليف الاقتراض بواقع 25 نقطة أساس في سبتمبر المقبل، وفقا لأداة فيدويتش التابعة لـ CMI.
وكانت قد بلغت أسعار الذهب أعلى مستوى على الإطلاق الأسبوع الماضي عند 2483.60 دولار بفضل تزايد فرص تيسير السياسة النقدية الأمريكية هذا العام، مع توقع الأسواق بنسبة 97% لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل. وعلى صعيد البيانات، سيكون التركيز الرئيسي هذا الأسبوع على بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة التي تصدر يوم الجمعة، وبيانات أخرى منها مؤشرات مديري المشتريات من ستاندرد أند بورز جلوبال لشهر يوليو، والناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، وبيانات إعانة البطالة الأسبوعية. ونتجه لأسعار الدولار وفقا لآخر تحديث في البنوك العاملة بمصر، فسجل سعره مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري 48 جنيها و37 قرشا للشراء و48 جنيها و51 قرشا للبيع، وسجل سعره مقابل الدولار في بنوك مصر والأهلي المصري والقاهرة والمصرف المتحد 48 جنيها و36 قرشا للشراء و48 جنيها و46 قرشا للبيع، وسجل سعره في بنك الإسكندرية 48 جنيها و37 قرشا للشراء و48 جنيها و36 قرشا للبيع، كما سجل سعره أيضا في مصرف أبو ظبي الإسلامي 48 جنيها و35 قرشا للشراء و48 جنيها و45 قرشا للبيع. وعن أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي المصري، فقد سجل اليورو 52 جنيها و57 قرشا للشراء و52 جنيها و77 قرشا أيضا للبيع، وسجل أيضا الجنيه الاسترليني 62 جنيها و38 قرشا للشراء و62 جنيها و63 قرشا للبيع. أما عن أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري، فسجل الدينار الكويتي للشراء 157.31 قرشا للشراء و158.46 قرشا للبيع، وسجل للريال السعودي 12 جنيها و86 قرشا للشراء و12 جنيه و90 قرشا للبيع، وسجل ايضا الدرهم الاماراتي للشراء 13 جنيها و14 قرشا للبيع، 13 جنيها و8 و18 قرشا للبيع. وكان قد أعلن البنك المركزي المصري الأحد في السابع من يوليو الجاري في بيان رسمي ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 46 مليار و383 مليون دولار. كما أعلن محلل بنك أوف أمريكا توقعات مبشرة بانتهاء أزمة الدولار في مصر، حيث قالوا أيضا أنه سوف يحدث ارتفاعا لقيمة الجنيه المصري أمام الدولار خلال السنوات المقبلة. وتأتي هذه النظرة المتفائلة بعد قرار البنك المركزي المصري في مارس 2024 بسماح للبنوك بتداول العملات على أساس آليات العرض والطلب. إلى هنا مشاهدينا تكون انتهت تغطياتنا الاقتصادية، بنشكر حضراتكم على طيب المتابعة، وللمزيد من الأخبار والتفاصيل زوروا موقعنا موقع صدى البلد الإخباري. كانت معكم مريم كمال، شكرا لكم وإلى اللقاء.